جاب نتائج، راكم شفتوا في مثلا المدينه الجديده بسيدي عبد الله النتائج اللي حققناها على المستوى كل الاحياء. كاين عصابات عديده تم توقيفها وتقديمها الى الجهات القضائيه. راكم شفتوا ايضا العصابات فيهاش متخصصه، حنا عندنا في الجزائر ماهيش عصابات حقيقه موضوعه للتاثير على المواطن او تهديد الامن نتاعو، وانما هي عصابات تروج الى المخدرات، المهلوسات، الاحتلال الاماكن العموميه واستغلالها لاغراض شخصيه. وبالتالي شفنا بعض الحالات كاين عصابات يدخلوا في مناوشات فيما بينهم للسيطره على هذه الاحياء. الحمد لله عندنا استجابه من طرف المواطنين، دونك في كل مره يوصلونا بلاغات، عندنا وحدات متخصصه، عندنا راح نخلقوا فرق مدعمه بعدد اكبر من الدركيين المدربين تدريب الصاعقه كما تعرفوه. دخلنا تقنيات جديده في كل عمليه تدخل تاع الدركيين او الضبطيه القضائيه، راح تكون بكاميرات فيلمي فيها تتبع، دونك باش نقدروا نقدموا محاضر الى الضبطي الساده وكاله الجمهوريه، تكون المحاضر مدعمه بادله علميه والكترونيه لتدين المجرمين وتدين افعالهم. وبالتالي راح بهذه الطريقه راح باذن الله نكسروا كامل هذه العصابات. مادام كان الشعب تاعنا متعاون معنا ما كاين حتى مشكل، راح يكونوا نتائج، وكاين بعض النتائج راكم التمستوها عن طريق الاعلام.